في المرمى. أهلا بكم. البداية كالعادة بالعناوين. الأندية السعودية تغلق ملف صفقات الفترة الشتوية، من الرابح الأكبر؟ هل يكون صقر الطيف ثاني المحترفين السعوديين في أوروبا؟ الهلال والاتفاق يستعدان لنهائي كأس ولي العهد بالفوز على القادسية والنصر. سالم الدوسري وياسر الشهراني وسياف البيشي جديد قائمة ريكارد. أهلا بكم مشاهدينا. أقفلت لجنة الاحتراف السعودية ملف الانتقالات الشتوية ظهر الاثنين بعد انتهاء فترة التسجيل. عبدالله درويش تتبع صفقات الأندية وجمع التالي. 35 لاعبا قيدتهم لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح 10 أندية في الدوري خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت أبوابها في 6 فبراير وانطلقت في 10 يناير الماضي. في المتصدر الأهلي تم الإبقاء على محترفيه الأجانب الأربعة، فيما ضم إلى صفوفه من هجر حيدر العامر ومن الأنصار محسن العيسي ومن الفيصلي عقيل بلغيث، وكلها صفقات شراء عقد. في الوصيف الشباب كان البرازيلي ويندل جيرالدو الاسم الوحيد الذي دخل كشوفات الفريق بديلا للغيني إبراهيم ياتارا. أما الهلال فأتم تعاقده مع سعد الحارثي من النصر وفواز فلاتة من أحد، واستعاد السويدي في الهامسون من الدوري القطري. الاتفاق نجح في كسب خدمات سند شراحيلي من الشباب وصالح الصقري من الاتحاد بعد أن خالصتهما إدارة ناديهما، وأعاد العماني حسن مظفر بنظام الإعارة لستة أشهر. الاتحاد جدد دماء أجانبه الأربعة بالتوقيع مع الكونغولي أندوما والمغربي فوزي عبد الغني والبحريني عبد الله عمر وأخيرا المصري حسني عبد ربه، إضافة إلى 4 لاعبين محليين هم عبد عطيف وإبراهيم هزازي لستة أشهر وسلمان حريري من الاتفاق وأخيرا أحمد أبو عبيد من الفتح. النصر كان الفريق الثاني في السعودية الذي يجدد قائمة محترفيه الأجانب بدخول الكوري كيم بيونغ سوك والبرازيليان دا سيلفا فاغنر وفينيسيو شريتشي وأخيرا الجزائري الحاج بوغاش، وقيد معهم السعوديين خالد عزيزي وعبد العزيز السعران من الشباب والحارس متعب عسيري من أبها، إضافة إلى القادم من نجران طلال عسيري. القادسية ضم 3 إلى صفوفه، محمد سالم وعبد الله القرني والجزائري سعيد بوشك، والتعاون بالأردني ياسين البخيت وفيصل السلطان وعلاء ريشاني واللاعب فيفيان مابيدي من أفريقيا الوسطى، فيما سجل الرائد في كشوفاته البرازيلي ليوناردو باريوس والعماني عبد السلام عامر، وأخيرا الأردني عامر ريب لصالح فريق الفيصلي. أندية هجر والأنصار والفتح ونجران أبقت على كشوفاتها دون أي تغيير. عبد الله الدرويش، العربية. طبعا مشاهدينا سيكون معنا الكاتب السعودي سعد العصيمي بعد قليل الحديث حول هذا الموضوع، لكن في شأن آخر، وصل اللاعب المصري حسني عبد ربه إلى جدة للانضمام إلى صفوف فريق الاتحاد في عقد إعارة يمتد لستة أشهر. حسني عبد ربه شارك بداية الموسم مع الإسماعيلي المصري قبل أن يرحل بعد توقف منافسات الدوري في بلاده إلى أجل غير مسمى. وطبعا حول هذا الانتقال ينضم إلينا من الإسماعيلية رئيس نادي الإسماعيلي المصري السيد رأفت عبد العظيم. أهلا بك سيد رأفت. في البداية كيف يمكن أن تقول لنا عن صفقة الانتقال؟ كم هي المدة التي أخذت؟ وهل كان لأحداث بورسعيد بالتحديد شأن في هذا الانتقال؟ هو الانتقال طبعا كان مفاجأة وكان بسرعة، وكان أول امبارح يمكن على طول جالنا الاتصال من نادي الاتحاد. معروف أن حسني عبد ربه هداف الدوري المصري حتى الآن ب9 أهداف، معروف أنه ما زال أحسن لاعب أفريقي لغاية ما يتحدد ما تنتهي البطولة الأفريقية اللي شغالة حاليا دلوقتي. الظروف اللي احنا كنا فيها بالنسبة للظروف في مصر كما تعلمون ان الدوري لم يتحدد معالمه، هل سيكمل او لم يكمل. في نفس الوقت كان يهمنا ان اللاعب بتاعنا يكون جاهز دايما، على اساس انه برضه احد الاعمده الرئيسيه في الفريق القومي المصري.
فهو الحقيقه نادي الاتحاد هو طفل من اللاعب، وكنا كلنا بالمصادفه اعضاء مجلس اداره مجتمعين عشان كنا هننتقل الى القاهره لتعزيز نادي الاهلي، عرض علينا الموقف والحقيقه وافقنا. متى كان هذا استاذ رأفت؟ افندم متى كان بداية مفاوضة الاتحاد؟ الكلام ده ما فيش، أول امبارح الساعة 6 مساء وكان آخر ميعاد للقيد الساعة 12 مساء، وكنا رايحين نتوجه إلى القاهرة عشان العزاء بتاع النادي الأهلي، ووافقنا فورا ما كانش فيه وقت الحقيقة. ولما رجعنا من العزاء على الساعة 11:30 تمينا الإجراءات كلها عن عبر الفاكس وبمنتهى السهولة. طبعا نادي الاتحاد السعودي نادي شقيق زي المملكة العربية السعودية كلها، ولم نتردد اي احد من مجلس الاداره في المنطقه لان ده مصلحه اللاعب. وطبعا انتقل مجانا او اعير مجانا لنادي الاتحاد بالنسبه للنادي الاسماعيلي، يعني مستحقات النادي الاسماعيلي. وفي نفس الوقت هو طبعا تنازل عن كان ليه جزء من المستحقات في النادي الاسماعيلي عن هذا العام عن هذا الموسم، فكانت برضه يعني وفر بسيط للنادي، انما كان يهمنا ان اللاعب يلعب ويكون جاهز لان لسه مش عارفين مصير الدوري ايه في مصر. طيب سيد رأفت، كم مدة عقد اللاعب؟ يعني هل سيعود مباشرة بعد نهاية الستة أشهر المقبلة؟ والله يعني طبعا بعد ستة أشهر هو المفروض عرضه ستة أشهر. لو في نية لبيع اللاعب للنادي الاتحاد، لو ظهر بصورة متفاهمة مع زملائه، هو لاعب كبير جدا في كلاعب يعني، ولاعب ذكي في لعبه وهداف. احنا النادي ما عندوش مانع لو كان في حبقة فائده للنادي الاسماعيلي من وراء انتقاله كليه لنادي الاتحاد السعودي. السيد رأفت عبد المظليم رئيس النادي الاسماعيلي، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق بالتاكيد للاعب حسني. طبعا بالعوده الى موضوع الانتقالات الشتويه، ينضم الينا الان مباشره من العاصمه الرياض الكاتب الرياضي الصحفي مساعد العسيمي. سيد مساعد اهلا بك معنا. بدايه 35 لاعب تم استقطابه من عدة الأندية في هذه الفترة تحديدا، هل هو رقم عادي أو منطقي في منتصف الموسم تحديدا؟ أولا مساء الخير لك أخوي خالد، مساء الخير لمشاهدي قناة العربية. الحقيقة يعني أنت حينما تعرف العمل اللي يدور داخل الأندية السعودية أعتقد أنك لا تستغرب أي رقم حتى لو وصل أكبر، لأن الأندية السعودية تعودت التغيير، يعني أصبحت المسألة أقرب إلى أن تكون عادة منها حاجة. بصفة عامة أنا أعتقد أنه الأندية السعودية لو كان الوقت أكبر مما هو الآن كان وجد تغييرات أكثر. بكل يعني بكل التوقعات الأندية السعودية لا تستقر دائما على عناصر، أي نقد يفضي إلى التغيير، أي تطلعات أو أي أمور مستجدة تفضي إلى التغيير، ليس التغيير خاص باللاعبين بل يتجاوز أحيانا إلى المدربين. لكن في منتصف الموسم أستاذ مساعد، يعني إيش رأيك؟ نعم، هذا ما يحدث دائما، يعني سواء كان مطلع الموسم أو منتصف الموسم، المشكلة تكمن في من يقيم في الأندية السعودية ومن يعطي الرأي الحقيقي. المشكلة أنه الأندية السعودية تخضع للرأي الإداري أكثر من الفني، ولذلك تجد التغيرات والمتغيرات كبيرة جدا. يعني حتى أنت لاحظت من خلال المتغيرات أنه الأندية الأكثر استقرار نتائج والأفضل عطاء، شوف تغييراتها تكاد تكون خاصة في اللعب الأجنبي تكاد تكون يعني نادرة جدا، وإن كانت صفقة نادي الشباب لويندل تعتبر أربح الصفقات يعني بالنسبة للفترة الشتوية. لكن بصفة عامة دائما تجد الأندية المتخبطة في نتائجها تفضي إلى يعني قرارات الحقيقة لا تجد لها وصفا. تخيل أنه يعني أندية لديها لاعبون متميزون يعني تبادر إلى تغييرهم دون أسباب مقنعة. طيب وإيش الأسباب أستاذ مساعد؟ والله أنا أشوف يعني قد يكون النقد أو قد يكون توجه إداري. يعني مثلا تخيل أنه اللاعب الكولومبي في نادي النصر، الكل استغرب عملية استبدال مثل هذا اللاعب، يعني مثلا لاعب بوقاش في نادي القادسية التنازل عنه بهذه السهولة. هي المسألة ترتبط بتوجهات إدارية أكثر منها فنية. تفضل. طيب أستاذ مساعد، هل تمت صفقة هزت الانتقالات الشتوية ولا ما تمت خلال هذه الفترة؟ كيف يعني ما فهمت أنا؟ يعني صفقة كبيرة هل هزت الانتقالات الوسط الرياضي؟ وين لم تتم؟ لماذا غابت؟
يعني الحقيقة شوف طبعا أنا ما أعرف أنه في صف، لكن قد تكون الأكثر جدلا في الشارع السعودي كانت صفقتين اثنين، أو ليست جدلا، الأكثر استئثار بالحديث اللي عملية انتقال بوكاش إلى نادي النصر. الجانب الآخر أنه انتقال ويندل أو أنه ظفر نعم. نادي الشباب بصانع الألعاب البرازيلي ويندل، أنا أعتقد أنها أخذت حيز كبير للقيمة العالية اللي كان عليها اللاعبين، والاستغراب الكبير أنه كيف مثل نادي الاتحاد يتنازل عن صانع ألعاب بهذه الجودة وهذه القيمة العالية، إضافة إلى أنه كيف نادي القادسية أنه يتنازل عن هذه يعني قيمة لهداف كبير، يعني أنه تنازل عنه، يعني لا نعرف السبب الأكيد، قد يكون كما ذكروا القدساويين أنه المادة، لكن أنت ما زلت تدفع فلوس في آخرين. طيب أستاذ مساعد، الملاحظ لصفقات الانتقالات اللاعبين المحليين أنه لم يكن هناك صراع بين الأندية، لماذا غاب الصراع؟ لا يوجد بالكاد لاعب تنافس عليه أكثر من نادي، حتى في فصل الصيف، في الانتقالات الصيفية السابقة كمان. والله شو قد تكون، يعني قد تكون للظروف المادية، هناك توجه من بعض الأندية للأسف انه ترى انه العله ركزت، يعني قد يكون الموسم هذا بالذات انه النظره كانت للاعبين الاجانب بشكل اكبر. تخيل انه عندنا انديه غيرت الى 3 مدربين خلال 3 اشهر او 4 اشهر الفتره الاولى من الدوري، يعني المساله مرتبطه برأي اداري هو اللي ابعد حتى النظره. لكن هناك يعني مثل توجه كان سليم من النادي الاهلي انه حاجته في خط الدفاع، وتوجه للانديه السعوديه واستقطب 3 من ابرز المدافعين في الدوري السعودي. طيب اخيرا يعني النادي الاهلي استقطب 3 مرات، يعني نعم تفضل. يعني خلينا اتحدث لك انا انه احيانا هناك الراي الفني يغلب في انديه، مثلا في نادي الشباب الان الكل وكل مقومات العمل مرتبطه بالمدرب البلجيكي برودوم، مثلا في نادي الهلال المتغير الفني للنادي يعني أوجد توجه إلى أنه عدم المجازفة وتغيير العناصر الأجنبية، وإن كان تم الاستعانة استبدال يعني مثلا عودة في الهامسون. لكن تتخيل أنه نادي الشباب ونادي الاتحاد استقروا على لاعبيهم الأجانب فقط، تغيير واحد في نادي الشباب وتغيير الكل وصفه بالإيجابي. الفكر الفني هو اللي يجب أن يقود الأندية، لكن بصراحة ما يتم عمله أو ما يتم ملاحظته في الكرة السعودية أن هناك تراجع كبير من خلال انقياد للفكر الإداري. طيب أستاذ مساعد، أنت تفضلت وذكرت أن الأهلي والشباب والهلال لم يكن هناك تغييرات كبيرة، ربما لاعب واحد في كل نادي، لكن النصر والاتحاد كل اللاعبين الأربعة الأجانب تم تغييرات. نعم هؤلاء بكل أسف أنه هذا اللي يحدث في مثلا في ناديين. لماذا؟ لأنه يعني نعتقد أنه الآن القيادة في نادي النصر والاتحاد يعني تكاد تكون، عفوا على هاللفظ، تكاد تكون متوترة من الضغط الإعلامي، الضغط الجماهيري، الضغط الشرفي، تكون قراراتها دائما تنحى إلى التسرع، يعني تنحى إلى الإرضاء. تخيل أنه يعني لا، ليست وسائل تقدير بقدر ما تكون أنها ردة فعل لتسرع وقرارات. يعني تخيل مثلا نادي النصر، خلينا نأخذ لك كمثال نادي النصر، خلال 3 سنوات الأخيرة كم جهاز فني غيره، مع العلم أنه الأسماء اللي أحضرها الفنية التدريبية كانت من أفضل الأسماء اللي حضرت، لكن عدم التسرع والانقياد التسرع والانقياد للضغوط الخارجية سواء كانت إعلامية. تخيل أنه في اللاعب الكولومبي في نادي النصر من أفضل اللاعبين، يعني من افضل اللاعبين الاجانب الموجودين، نفاجئ ان هناك ضغط عليه لكي يعني يرحل او يغادر، او حتى انه تمت يعني طلب انه يذهب الى الرائد لكن اللاعب رفض. نادي الاتحاد الان يعيش فتره متغير كبيره تعاني منها الاداره، الى درجه ان الضغوط الان اصبحت من ناحيه الاستقالات والضغوط الاعلاميه، الى جانب انه هناك من يرى انه اداره نادي الاتحاد يجب ان تستقيل، وهذا نعتقد انه راي متسرع باتجاه الاداره اللي الان تعيش فوق فوهه بركان، من ناحيه انها ازاء نادي يعيش متغير، يعني متغير بالنسبه للعناصر، متغير سني بالنسبه لكبر سن العناصر اللي هو فيه. الصحفي الرياضي مساعد السامي وصلت الفكره طبعا، شكرا جزيلا لحضورك وارائك. نجحت تجربه صقر طيف لاعب فريق الشباب السعودي في نادي شارل روا البلجيكي، والتي استمرت لعشرة أيام تحت أنظار إداري وفني الفريق. ووصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى العاصمة السعودية الرياض في انتظار إنهاء كافة أوراقه في السعودية قبل العودة مجددا إلى بلجيكا والتوقيع مع شارل للانضمام إليه بشكل رسمي مطلع الموسم المقبل. وحول هذا ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة لندن وكيل أعمال اللاعبين تركي المقيرن. أهلا بك تركي. في البداية
كيف تمت المفاوضات وكيف وصل النادي البلجيكي للصقر من أساس؟ أول شيء أحب أمسي عليك على الخير والمشاهدين والمستمعين للقناة العربية. مساء النور. بالنسبة لتجربة صقر عطيف مع نادي شارلوا الحمد لله بفضل من الله أنها تعدت تجاوز الاختبارات الفنية. نعم. وأبدو الرغبة أنه ينضم معهم أنا في طور بس الانتظار الخطاب الرسمي علشان برضو أوصله لإدارة نادي الشباب ونبدأ التفاوض معهم على لأن الرغبة موجودة والرغبة جادة. طب تركي كيف عرفوا صقر أساسا يعني من البداية؟ هو تم في اتصالات يعني أنا واجبي وشغلي إنه أوصل هذا إذا كان في رغبة من اللعيبة إنهم يحترفوا خارجيا فهذا واجب علي أنا كوكيل أعمال إني أحاول أتصل بالجهات اللي ممكن تستقطب المواهب الشابة وممكن تستثمر فيها فالحمد لله رب العالمين توفقنا مع نادي شارلوا. طب هل تركي اتفقتم على النواحي المادية أم هناك أولويات أخرى حاليا غير النواحي المادية؟ لا هو طبعا فيه أولويات لازم تعرف اللاعب عمره 20 سنة أول شيء مش 22 سنة. الشيء الثاني بالنسبة لعمره هو بالنسبة لصقر أو أي لاعب سعودي يكون بالعمر هذا يكون أفضل عمر هذا بالنسبة له كان طالب رايح يعني يخوض تجربة دراسية في خارج المملكة. طيب من ناحية لغة من ناحية انضباط من ناحية اللغة هذا الحمد لله موجودة يعني وتبدأ تتحسن لأن الوضع اللي بيعيش فيه واللي بيكون موجود فيه يتطلب منه إنه يتواصل بلغات ويطور يطور نفسه بنفسه يعني في المناخ هذا. طب تركي أخيرا في خطاب النادي البلجيكي كان هناك طلب لصقر وعبد الله عطيف لماذا رحل صقر وبقى عبد الله؟ عبد الله بالنسبة كان عنده التزام مع المنتخب السعودي واستخار والحمد لله أنه يعني فضل أنه يكون بجانب المنتخب السعودي. طب بعد المنتخب السعودي تركي؟ في الصيف إن شاء الله لأن الفترة إحنا يعني يمكن ما أسعفنا الوقت لأن في 31 يناير كانت آخر يوم تسجيل في بلجيكا لكن نعم. والوقت ما ساعدنا كمان على اساس انه نخلص بالمفاوضات تعرف لازم يكون مكان مناسب سكن مناسب الامور نعم. هذه كلها لابد انها تكون يعني موجوده من ضمن الاتفاقيات اللي نسويها مع للاعبين لان لابد انه يكون المناخ تهيئه المناخ او تهيئه البيئه اللي بيكون موجود فيها لابد انها تكون مناسبه له. وكيل الأعمال تركي المقيرن كنت معنا من العاصمة البريطانية شكرا جزيلا لك. في المرمى مستمر معكم وفيه بعد الفاصل ريكارد يعلن أسماء لاعبي الأخضر قبل موقعة أستراليا.